تولدك كانت حامل فيك. اه بس ما تجيبش سيره لحد. لا مش هجيب سيره، ده سر فظيع. ويعني اللي ويعني ما احنا كل امهاتنا قبل. مش بتقول لي ان امك قبل ما تولدك كانت حامل فيك؟ اه خلاص انا امي يا ابني. انا ما جبت سيره ستات تانية، هات لي ست في الدنيا كانت حامل فيا غير امي مش هتلاقي. والله اتحداك. لا طبعا تكسب في التحدي ده، يعني لو اي ست حامل ماشيه في الشارع اقول لها انت حامل في عادل هتقولي لا. شفت يا فندم؟ يا سلام على مامتك، في ريال دي عظيمه عظيمه عظيمه، اعظم عظمات الستات. بص انا مش كنت زهقان منك انك بتحضني؟ اه هنتحر. احضني. تعال يلا. تعال قول انت فكرك امي زي بقيه الامهات؟ فين؟ ولا مثلا حملها زي بقيه الحملات؟ حملات ايه؟ يعني حملها مختلف؟ طبعا مختلف. في ايه يعني؟ عظيمه. يعني ايه؟ يعني ايه عظيمه؟ يعني كل الستات حامل من بطنها كده، امك حامل من رقبتها، تقعد رقبتها تكبر 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 وتمشي في الشارع كده بقى، وبعدين تقول اه تقوم جايباك من ودنها مثلا. ايه اللي حملها مختلف ده؟ ايه يا فندم؟ ده انت غريب قوي اصلا. انت بتقلل ليه من عظمه عظمات امي؟ ما انت بتقول كلام غريب برضه عادي. ايه اللي تكبر تكبر وبعدين اه هي زرافه؟ وهي الزرافه حامل من رقبتها يا ابني؟ اسمع ان هي وسيد قشطه بيعملوا حركات مش مظبوطه اليومين دول. لا والله يا فندم. امي انا العظيمه تعالى بس. ايه بس؟ انا هقول لك يا فندم. اتفضل قول. اصل انا امي لما كانت حامل فيا ايوه ما كانش بطنها كبير، امال كانت ايه؟ طويله. طويله؟ اه لا يا راجل. امال ايه؟ يعني كل الستات بطنها عامله كده؟ ده الستات. ماما بقى بطنها عامله كده. ايوه لقدام كده. ايوه امك كانت حامل في مدخنه. والله وانت نايم جوه كده بقى مش كده؟ صح. هايله. ولو تخش على زحمه بقى بطنها الطويله دي وسع وسع. اوعى ولا اوعى ولا. اكيد حضرتك شفت ماما في الريال. لا شيء متوقع الحقيقه. نهايه. طب قول لي بقى. نعم. ماما بقى اللي حملها مختلف في بطنها الطويله دي لما كانت بتقعد في البيت بقى، يعني كانت بتقعد ازاي؟ يعني ببطنها دي كده. ماما لما كانت تقعد مثلا على الفوتيل في الصاله كان لازم نفتح باب الشقه عشان بس ايه، لان الصاله عندنا كنزه شويه، يعني فيها كنزه شويه، فيها كنازه. فتفتحوا باب الشقه لازم عشان بطني تاخد راحتها بس. الله. يعني انت واخواتك بقى تقول لكم يا اولاد انا هقعد في الصاله فتشيلوا بطن ماما بقى، شيلوا قدامي على كده 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 وترمي بره باب الشقه مش كده؟ بيحصل. ولو ناس بقى جايين يزوروا الناس اللي فوقيكوا ايوه طالعين على السلم يلاقوا بطني في ريال يعدوا يقوموا طالعين عادي كده مش كده؟ بس لازم قبليها نحط فرده كاوتش قبل بطنها؟ عشان ما حدش بس ايه يخبط في بطن ماما. طب زياده حرص بقى بولعوا في الكاوتش ده عشان تبقى باينه. ممكن نبقى نعمل كده. طب هاي جديد بقى. طيب قول لي بقى. نعم. لما ماما بقى بتقعد كده عايزين بقى نخش في مرحلة النوم. النوم؟ لما ماما تحب تنام بقى بطنها الطويلة دي بقى بتنام على السرير بقى وتقوم مقلوبة على جنبها كده. لا! أنا أمي ما تنامش على جنبها، أنا أمي عظيمة تنام على ظهرها وبطنها تبقى طالعة كده. تنام على ظهرها وبطنها لفوق كده. في شموخ. والله. طبعًا. كانت بتنام فين؟ كانت بتنام في المنور. في المنور؟ عشان البط تاخد راحتها. منور مفتوح بقى للسما كده. طبعا ما شاء الله. تنام بقى كده اهو وبطنها طالعه فوق كده اهو شموخ. وبالليل بقى يخش حرامي على المنور وبعدين عايز يطلع يقوم قافش بطن ماما ويبدا يطلع 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 ويقوم داخل بقى عشان يسرق. طبعا يا فندم. اصل الحقيقه يعني مهما حكيت لك انت تعرف الدكتور لما كان يجي يكشف على ماما كان يتوتر. أكيد. ده كان بيتعالج نفسيا بسبب ماما. ده الله يكون في عونه. كان بيكشف عليها وهي نايمة في المنور؟ لا والله. طبعا. يعني هتبقى نايمة كده وبطنها طالعة فوق كده. دكتور يطلع بقى فوق السطوح. أيوه. عشان يكشف على ماما. أيوه. يحط إيده بس يا دوبك من فوق السور كده. إيه يا مدام؟ إيه الأخبار يا مدام؟ وأنت واقف جوه كده. أيوه والله عظيم.
عظيم عظيم والله. ده الدكتور ده كان بيتعالج نفسيا بشكل غير ده انت عارف اعراض الحمل عند ماما طبعا مختلفه. ليه بقى؟ كل الستات اللي بتبقى حامل تقول لك انا حاسه بدوخه. لا ده الستات. امال ماما ايه؟ الدكتور كان يجي يسالنا الست دي بتدوخ؟ نقول له لا. كان يعمل ايه؟ يكتب لها على مراجيح. مراجيح؟ يكتب المراجيح ويقطع رشتها كده. والله والله واحنا مرجيحة. ناخد ماما نوديها الملاهي ندوخها ونرجعها تاني. ما شاء الله. يقول لك ده مهم عشان صحة الجنين. اللي هو أنت الجنين يعني؟ أمال أنا تنين ولا إيه؟ لا ده أنت جنين وسيد الجنانين كلها. ده الدكتور قاعد يعالج في ماما يعالج في ماما لغاية لما جه اليوم التاريخي. أيوة نفسي أعرف بقى اليوم التاريخي بقى يوم الولادة. لا. يوم الطلق. يوم الطلق؟ هو حضرتك ما سمعتش عن طلق في الريال؟ هو طلق في الريال مشهور قوي كده؟ حضرتك ما قريتش تاريخ؟ لا الحقيقة ما أعرفش إن طلق ماما نزل في التاريخ. طب ما شفتش حدث في مثل هذا اليوم 26/10؟ لا بجد؟ لا ما حصليش شرط. يا فندم ده أنا أم الست الوحيدة اللي جالها الطلق بعد الولادة. إيه؟ جالها الطلق بعد الولادة؟ بخمس سنين. وأنت كنت فين؟ أنا كنت في كيشي وان. يعني انت في المدرسه وماما بتطلق فيك في البيت. ما شاء الله يا ست في الليل. نفسي اقول لك على يوم الولاده. نفسي اعرف. ده الدكتور قاعد يولد في ماما يولد في ماما استخدم كل وسائل الولاده اللي في العالم فشل. فشل؟ طبعا. عمل ايه؟ انتحر. ارتاح. بعدنا جبنا دكاتره كتير عشان تعالج تولد ماما وتعالج. انا لا انسى مجهود رجال الاسعاف في اليوم ده. رجال الاسعاف عملوا ايه؟ لا انسى لهم الشكر والجميل. عملوا ايه كل الاسعاف؟ كانوا قاعدين رايحين يشيلوا في الدكاتره، يشيلوا في الدكاتره. خلصتوا على دكاتره البلد؟ يا فندم ده السنه اللي انا اتولدت فيها كليه الطب قبلت من 20%. ما شاء اوكازيون مجاميع في ريال. هايل والله من 20%. والحكومه طلعت بيان ونقابه الاطباء شجبت. وامي قالت ايه ده؟ انا مش عايزه حد يولدني. انا هتصرف. عملت ايه بقى؟ عملت كده. يلا يا عادل. وبعدين نزل عادل. والناس قالوا ايه ده؟ ده بروتا. والله نسيت ان الموضوع على بروتا. كل ده عشان سالتك يعني ايه بروتا؟ كان يتقطع لساني قبل ما اسال. يا سلام يا فريال عظيمه. شفت فريال عظيمة. قالت ايه ده؟ انا مش عايز حد يولدني. قالت انا هتصرف. يلا يا عادل. قام نازل عادل قالوا ايه ده؟ ده بروتا. فجه عادل عشان يقرفني انا. يقرفك؟ ولا عادل اطلع بره. بره؟ مش هتطلع بره. انا اسف. اسف على ايه؟ مش قبل ما اخد حقي. انا بيعجبني فيك قوتك. حقك ايه حقك؟ انا خدمت المحطه الفضائيه بتاعتكم ديت بما فيه الكفايه من حقي بقى اب واطلع للدنيا. امال ايه؟ طبعا بقول لك بيعجبني فيك شجاعتك. ايه حقك اللي انت عايزه يا عادل؟ بصراحه بقى انا عايز العب دور البطوله في الفيلم الجديد اللي انتوا هتنتجوه. والله الفيلم اللي انا هنتجه قلبي دليلي دليلي قصه حياه انور وجدي. عايز تاخد دور البطوله؟ عايز تلعب دور مين ان شاء الله؟ دور انور وجدي. لا والله. ما تنفعش. ليه؟ لان انور وجدي كان شعره ناعم وسايح. انت لا يا فندم يا فندم ده شويه سمنه وقطقوطه قطقوطه خلاص. والله العظيم. خلاص يا عادل اوعدك. متشكر يا فندم. اول ما تخرج من السجن هعمل لك تيست. سجن؟ طبعا سجن. ده انا هقطعك وهبهدلك وداخل عايز اخد حقي. سجن ايه يا فندم؟ يا راجل اتنيل. ليه انا عملت ايه؟ انت عارف اللي اتكلمته في الموبايل من شويه وضرب نفسه بالنار ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ خسر القناه الفضائيه بتاعتي 7.5 جنيه. ايه؟ شوف انا ما برحمش. عارف فتحي اللي رميته بره وقال حرمت حرمت. أيوه. عارف خسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام يعني؟ 5.5 جنيه. ايه؟ عارف يا عادل انت مخسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام؟ 200,000 جنيه. عالجزمة. ده انا هقطعك يا فندم. خلاص انا مستعد يعني تخصمهم من مرتبي بالتقسيط. مرتب ايه يا شحات؟ انت بتقبض كام اساسا؟ 200 جنيه. يا سلام. اخصم 200,000 جنيه من 200 جنيه تقعد تسدد فيهم 30 سنه. حقي وحقك. جت كسر حقك. طب خلاص خلاص ولا تزعل نفسك. انا مستعد ارد لك ال 200,000 جنيه على 4 شهور لو حبيت. ايه الفتاكه دي؟ على 4 شهور؟ طب انا موافق. ازاي؟ خلي مرتبي 50,000 جنيه في الشهر. اخرج امشي. انت بتستعبط؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مش هتعملهم عليا؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت قدامك حل من اتنين. ايه؟ يا السجن يا تعمل اللي هقول لك عليه. انا مستعد لاي حاجه. طيب تعال. نعم. انت بتشتغل ايه في المحطه الفضائيه بتاعتنا؟
مؤلف. مؤلف ايه؟ اغاني ومسلسلات افلام. سيبك من المسلسلات والافلام المضروبه اللي بتكتبها دي. حاضر. خلينا في الاغاني. ايوه. انا عايزك تالف لي اغاني شريط. بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في حاجه ثانيه. ايوه. وهدي لك الفرصه انك انت اللي تغنيه. كتر الف خيرك. شفت انا لطيف ازاي؟ لا حضرتك طول عمرك طيب. عندي شرط واحد بقى. اشرط امر. الاغاني اللي انت بتالفها دي لازم وانت بتالفها تخليها اغاني مسفه. عايزك تبتذل، عايز اغاني هابطه. مستحيل. يعني ايه مستحيل؟ انا بحترم فندي. طز فيك وفي فنك، فنك ده هيدخلك السجن. هتعمل اغاني هابطه، الناس كلها هتشتري الشريط. الناس خلاص ما بقتش عايزه تسمع اغاني حلوه ولا طرب، عايزه اغاني هابطه، والشريط هيبيع كتير جدا، تسدد اللي عليك ويا دار ما دخلك شر. فكر قول، ها السجن ولا تعمل كده؟ يعني هو ده اللي هيجيب فلوس؟ هو ده اللي هيجيب فلوس. هو ده اللي بيعجب الناس؟ هو ده اللي بيعجب الناس. حاضر يا بيه. ها؟ هسف. برافو. هبتزل. هايل. هبيع القضية. ممتاز. هغني أغاني هابطة وهقول لك نكت أبيحة. هتقول لي نكت أبيحة؟ تحت أمرك يا باشا. بذمتك. حبيبي عادل أنا بموت في النكت الأبيحة. قول لي واحد بس أبيحة. حضرتك اللي قلت. أبيحة. أيوه. أه قول. أبيحة. أيوه. طيب. قول. مرة واحد من إياهم. أه. قابل واحدة من إياهم. أه يا سافل يا سافل. بقوم اتنين من إياهم. حضرتك اللي قلت. ايه السفالة دي؟ ده انا اتكسفت موت. مش تراعي ان في ستات قاعدة. شد حيلك شوية. حاضر بيه. متستعبطش. هسف يا ناس. افتكر السجن. هبتزل يا هو. يلا تعالوا خشولي تعالوا كلكم. عايزين نساعده عشان يسف ويبتزل ويعمل شريط هابط يجيب فلوس ونخلص منه. يلا يا عدول شد حيلك. وانا بنفسي هقدمك. انا عزب شديد. صاحب المحطة شخصيا. هقدمك على الهوا كده قدام الناس واقول ايها الساده موعدنا الان مع المطرب المسف المطرب المبتذل مطرب البيجوهات مطرب الميكروباصات الفنان النجم عادل رأفت مزيكا قسم يا معلم يا عين يا مناخير حتى لماذا لماذا ياخد رقبة إزازة إزازة أنا هبقى في اللزازة والناس ما تهمنيش يا ليل هبطل السجاير واشرب بانجو حشيش ومن أول يناير هديها وما اخدشيش هبطل السجاير وعيالي دول ثوابت هرميهم في الملاجئ واتعايق على الخلايق وابقى به وقيمة او رقصوني او لعلعوني وجوزوني وطلقوني هيقولوا الفن ضايع وتهزقني الصحافة انا بعمل فن تعبنا من السقافة والله لملى الشرايح بكلام اسفاف وهار يا عم قول يا باص ده الفن في القرافة والسوني سوني واللولي اللولي او جوزوني او طلقوني بس يا حبيبي انت هو من النهارده مفيش حفلات ومفيش ندوات
ومفيش اجتماعات ولا محاضرات، والواد اللي اسمه الاسد ده وعامل لي فيها راجل انا هوريك. ومعانا سياده العقيد محمد باهي الطويل قائد الحراسات الخاصه. خش يا باشا. هوب ها هوب ها هوب ها هوب ها ها هوب. تواطوا المكان. تمام يا باشا. ومعانا سياده المعيد عبدو السون. اتفضل يا دكتور. والله عال ما شاء الله ما شاء الله. عال 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 عال. خير يا جماعه مالكم؟ ده انا جاي النهارده عشان اقول لكم ان انا قررت انفذ كل اللي انتوا عايزينه. انما يعني لا مؤاخذه تعملوا مظاهرات في الجامعه؟ لا مظاهرات في الجامعه لا. ليكم طلبات قولوها وانا انفذها وانا زي الجزمه. انما تعملوا مظاهرات في الجامعه انا ما بخافش. ومش انا لوحدي اللي ما بخافش، السيد رئيس الجامعه برضه ما بيخافش. هو بعت فاكس صغير كده يا باشا في كلمتين بساط خالص هقراهم بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، نخو، لينو، ماينو، وطو، طاطو، مفهوم يا رجالة؟ عشان عشان كده شوف الجندوفلي خناقه وحش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تصرني عليك. يا عم انت تتخانق مع ابو جهل في ايه؟ يا رب انا مش مؤثر في حاجه. هتأثر في ايه اكتر من كده؟ ارجع مكانك يا رجاله. الناس دي عايزه تقطع لساننا عشان بنقول كلمه حق، بس لو انتوا سكتوا انا مش هسكت، وانا في داكو كلكم وهعيش واموت في داكو كلكم. والله عال والله عال يا سوناس، بقى انت عايز تحرجني وسط الكليه. خليك في حركه يا كمال. انت خلاص اتخرجت وبقيت معيد، سيبنا نشوف مصلحتنا يا كمال. انت بتحقد عليا عشان اتخرجت بقيت معيد بكفاحي وعلي ودموعي. الكوسه يا كمال، رئيس القسم اللي كنت بتنظف شقته وتشوف طلباته كان بيديك امتحانات يا كمال. ها وبعدين هي دي مذاكره اللي كنت بتذاكرها؟ تقعد طول الليل على المذكرات زي ما كانت التصوير. أيوة. تاني يوم الصبح في اللجنه ترص اللي انت صميته في ورقه الاجابه. أيوة. هو ده تعليم يا شباب؟ هو التعليم حشو دماغ يا شباب؟ يا سلام. طب قول لي ايه هو التعليم يا فندم؟ انا اقول لك يا كمال، التعليم عمره ما كان عافيه. أيوة. التعليم لازم يكون بالود، بالحنيه، بالاقناع. ثبت في اخر الدراسات النفسيه على الطلبه ان التعليم ما هو الا علاقه رومانسيه ما بين الطالب والمزه. الايه؟ الماده. الطالب الطالب والماده. الماده. الماده. الطالب يبص للماده، الماده تبص له. الطالب يضحك للماده، الماده تضحك له. اسمك ايه يا ماده؟ بنزين. أنا اسمي كبريت يا مادة، بعيد عنك. البنزين والكبريت يقعدوا يذاكروا مع بعض، وأول ما يحصل الاشتعال ينجح الطالب في المادة كمان. يا عم بنزين إيه وكبريت إيه؟ إحنا في مرقص أقدر الموقف. يبقى تقول لي
ليه؟ ليه؟ ليه رئيس الجامعة لازم يبقى الأستاذ الدكتور البروفيسور واربعين لقب قبل اسمه؟ ليه ما يبقاش واحد من الطلبة عشان يحس بمشاكلهم؟ طب ازاي؟ عايز الأستاذ الدكتور العميد يبقى طالب زيكم؟ ايه المشكلة يا بني آدم؟ تقدر تقول لي مثلا مين عميد كلية آداب جامعة طوكيو؟ مين؟ طالب من حقوق تايوان. تقدر تقول لي مين عميد كلية التربية الرياضية في فرنسا؟ مين؟ زين الدين زيدان يا كلب، 65 مليون دولار، وانت ما تسواش دولار واحد بقميص نومك الأحمر ده يا راجل. بس أنا صاحبك يا مفتاح. كنت صاحبي لما كنت طالب زيك زي دلوقتي. أنت عميل جاسوس لهيئة التدريس وبتبلغهم بنشاطنا السياسي في الجامعة. أنا خاين، مفيش مشكلة، بس أنا صاحبك. عمرك ما كنت صاحبي ولا شرفني. إيه رأيك؟ صاحبك من حد دلوقتي وجاي يقول لك خبر يفرحك. عمرك ما قلت حاجة تفرحك كمان. إيه اللي هتقوله يفرحك؟ جربني يعني. جربني المرة دي. أجربك المرة دي؟ مف صاحبك هيخطب. مدهور في داهية وأنا مالي، يخطب ولا اتحرق؟ أنا دلوقتي عندي سياسة ومظاهرات مش فاضية. بس البنت حلوة حلوة. هتبص لك أنت إزاي؟ البنت بتموت في دباديبي. بأمارة إيه إن شاء الله؟ أقول لك أنا، البنت تشوفها جايه من بعيد تقول ايه الحلاوه دي؟ حلوه. حلوه ايه؟ 30% قشطه، 40% زبده، 50% زبادي. اه دي 100% بقره طبعا. انا بقولها. انت بتكلمني عن مزرعه البانيا يا كلب، ارجع ارجع. بلاش كلام فارغ، احنا جوانا رغبات مكبوته عايزه تطلع. كل الشباب دي جواها رغبات مكبوته، حتى رجالتكم جواها رغبات مكبوته. وحاسبت لك انت عايز ايه ولا مش انت يا انت؟ أيوه. تعالى. أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ أيوه. مبهدلك ولا لا؟ أيوه. ممرمطك ولا لا؟ أيوه. جواك رغبه مكبوته انك تلسعه كارت ولا لا؟ ايوه. نفذ الاوامر. أوه. انت. أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ مبهدلك ولا لا؟ هبوت. ممرمطك ولا لا؟ جواك رغبه مكبوته انك تطلع عين. اضرب ده اقصر يا رجاله. ايوه. جواكوا رغبات مكبوته. ايوه. طرقعوا لبعض يا شباب. بص بقى. أيوه. هم يخلصوا على بعض. أوه. وانا وسعادتك نتفاهم. أوه. بص يا باشا. احنا جوانا رغبات مكبوته. أيوه. عندنا شويه طلبات هتنفذها هفض المظاهره، مش هتنفذها هولع لك في الجامعه. أيوه. ايه الاحمر اللي تحت الميري ده يا اكسلانس؟ ده بادي. ده بادي وفخور قوي انك لابس بادي. ايوه طبعا. ايه رايك يا باشا ان انا عايز اغير سياسه العالم، لان اللي بيحصل اليومين دول مش عاجبني. غلط يا ولاسه. هغيرها. مش هينفع. هغيرها. هتموت يا ولاسه. اللي عندك اعمله يا جدعان. اضربه بالنار. قبل ما تضرب بالنار لازم تفكر شويه، لان انا مش لوحدي، انا معايا رجاله زي الفل، ويا نعيش احنا الكل. يا تموت لوحدك. اموت لوحدي بعد المرمطه ده؟ انتوا عيال واطيه قوي يعني. انا مبهدل. عندنا عرض كمان نص ساعة، يلا شوفوا لي بروطة. قول آسى يا راجل. اقعد بقى. قول آسى يا راجل. ده كلام النضال ده كله يا الله. يا عيب عليك. عيب ليه؟ ازاي يعني؟ ليه مالك؟ ازاي تبقى بروفة مسرحيتك وما تحضرهاش؟ يا حبيبي اكتب لك المسرحية الجديدة. يعني انت تكتب وانا اناضل؟ فيها ايه؟ انت تكتب وانا اعمل مظاهرات؟ ومال؟ انت تكتب بروطة وانا اتكلم في السياسة واخش المعتقل؟ ايه دي فرص ما تضيعهاش. كل حاجة في حياتنا بالنص، بتيجي لغاية النضال والسياسة وتخلع. طب انت بتكتب معايا؟ ما عنديش موهبه الكتابه. وانا كمان ما عنديش موهبه النضال. وانا زهقت من النضال يا بروت. يعني ايه زهقت؟ كام سنه في الجامعه عمال ازعق وعلي صوتي واقول كلمه حق واتكلم في السياسه وبرضه ما حدش سامعني وبترمي في المعتقل. ما تيأس، مصير البلد تصحى وتسمع صوتك. قبل ما يصحى اكون سبتها ومشيت يا بروت. تمشي على فين؟ اروح اي حته بقى. في شعوب ودول كتيره جدا في العالم محتاجه رمز، قائد يتكلم ويعلي صوته بالنيابه عنهم ويطالب بحقوقهم. شعوب ايه دي؟ شعوب كتيره جدا في اي قاره في العالم. روح امريكا الشماليه، انزل امريكا الجنوبيه، استراليا، افريقيا، اوروبا مثلا. مالها اوروبا؟ فرنسا مثلا. مالها فرنسا؟ محتاجه حد يمشي في المظاهرات. فرنسا محتاجه لك؟ مفيش راجل هناك بيمشي في المظاهرات. المظاهرات كلها حريمي يا اكسلانس. حريمي؟ ايوه. بنروح بالدم نفديك يا كرواسون وتعشت على كده خلاص، مفيش عندهم مشاكل. تتكلم جد؟ شعر اصفر بقى، عينين ملونه، جو تاني يعني. يعني انت مسافر عشان الستات؟ اناضل مع الستات. ومالهم ستات بلدنا؟ ما بيناضلوش يا بروطة. انا لو كنت لقيت ست في البلد دي بتناضل كنت ناضلت، لكن للاسف
أنا تفضل يا سيدي، مركز شباب متعقبة ماشي اهي وتقول لي نضال ماشي بقصرية. أوريك أنا بقى العينات اللي بتناضل في فرنسا. باتريتشا لورانس، بص شايف؟ شوف العينات دول من فرنسا؟ شايف بقى؟ الله الله، شفت إن أنا عندي حق؟ إيه ده؟ شفت؟ رايح فين يا أهبل أنت؟ اكسكيوزي مو جوفي ألي ألا تواليت ونبقى نتصرف. تواليت إيه بس؟ تواليت إيه يا بروتو؟ ما تركز بقى شوية. أصلهم حلوين قوي. حلوين؟ عايزهم. يبقى تسمع كلام أخوك. نطلع أنا وأنت على فرنسا سنة ولا اتنين نشقاهم هناك، نرجع قلت نشقى. هنشقى. هناك هتغسل الصحون وتلحس البلاط وتتمربط آخر مرة. إيه المشكلة يا بروتو؟ قضيتك إيه؟ أنا حاسس إن فرنسا دي هتبقى أول محطة بالنسبة لي في الكفاح والنضال. فرنسا؟ هرجع من هناك مفتاح، مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ ورا مباحث العالم. اسمع كلامي يا بروتو. يعني قفلت معاك؟ تربست معايا. بالسلامة يا صاحبي. مش عايز حاجة من فرنسا؟ لا بس انت هتوحشني جامد. وانت والله يا بروتا بس في مشكلة هتقابلك. ايه؟ اللغة. مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ تقبل ولا ايه؟ ايه؟ انجليزي. والانجليزي بتاعنا بينفع؟ انت نسيت الجامعة الأمريكية ولا عملناها ولا ايه؟ هاوس فريد. فريد از فاين. وير از يور ماذر؟ إن ذا باث روم. وير از يور فاذر؟ إن ذا نفس الباث روم اللي لسه داخلة الست الوالدة دلوقتي. تعالى بقى. ايه؟ نتكلم جد شوية؟ طبعا. هزرنا كتير. بص يا بروتا. أنا عارف إن أنت جميلة غرقتني. ايه ده؟ واللينكر كده يبقى ما عندوش اصل ازاي صح ولا غلط؟ آه. يعني ايه ما قسمت معايا اكلك شربك فلوسك لبسك؟ عيب عيب يا بروتا. انا ما اقدرش انكر الكلام ده، احنا اخوات وصحاب. انت عارف ان اخوك مسافر طبعا، والسفر يعني غربه. اي والغربه محتاجه فلوس. فبعد اذنك هتقل عليك في طلب، وصدقني ده هيبقى اخر طلب. ده انا عينيا ليك يا صاحبي. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف طبعا ان اخوك اتبهدل كتير في حياته. ايه والاسم انت وما عنديش استعداد ان اتبهدل بره تاني. طب وبعدين؟ وشرف امك في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حصل خير زي ما قال لك، واحده زياده بالظبط. الحمد لله الحمد لله. قدر الله. سرعنا يا عم اسكت سرعنا. اول ما بدخل بفرقع وحركات، فرقعت متاخر. يلا نصيبك عشان تثبت على الشريط مدى الدهر. يلا ماشي. فجأة حسيت ان احنا في افغانستان. الحمد لله، احمد ربنا انها مش طيارة كانت رشقت في دماغك وانت شبه البرج بعد عنك. المهم في حاجة هتفهمها تاني. الله اعلم، العلم عند الله. بص يا سيدي، طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغالي. انا عارف ان انت محوش قرشين فحصلتك بالاضافة للاجر اللي هتاخده بعد ما بعت الرواية اللي كتبتها دي. فلو تتبرع بيهم ليا اكون شاكر افضل. لعلمك من غير ما تقول انا كنت ناوي اعمل كده. ربنا ما يحرمنيش منك. انت صاحبي يا اخويا. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغاليه. بالنسبه للساده الزملاء الفنانين المشاركين معانا في العمل. ايوه. انا كنت عارف ان هم محوشين قرشين في حصلتهم بالاضافه للاجور اللي هياخدوها. فلو تقنعهم يتبرعوا بالفلوس دي ليا اكون شاكر افضل. اتكل على الله عليا في الموضوع ده. ربنا ما يحرمنيش منك يا بروتا. انت صاحبي اخويا ما تقولش الكلام. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا قربتك راحه كده. بتقل عليك اخوك. يعني لو تاخدها معاك وانت مسافر مفيش مشكله كده. اخوك. طيب. اخوك بيتقل عليك. وبعدين انا اخدها تركب الطياره ازاي دي بقى؟ تركب في ريال دي تركب الطياره ازاي؟ طيب. يا فروتا في خلاص خلاص سيبها لي. طلب اخير وشرف امك عنايات ما تحرجني. تحت امرك. بالنسبه للجمهور اللي هيحضر العرض يعني. انا كنت عارف انه محوش قرشين في حصلاته بالاضافه لتمام. انت حاطط عينك على الحصالات في ايه يا بروت؟ في ايه الفلوس دي كلها؟ نصاب بالعربي. مش مسافر يا بروتا؟ مش غربه ومحتاجه فلوس يا بروتا؟ خلاص يا صاحبي. الله ان شاء الله هتفرج. بتتكلم جد؟ اتكل على الله وعليا. بحيات ابوك هتسلفني بس الفلوس. نعمل الحفله. اعمل لك ابو الحفله. يلا يلا يا شباب. يلا شباب. يلا يا رجاله. يلا رجاله. اجهزوا للحفله. مزيكا مزيكا. Are you?